مدار العام، كانت يعني الإقليمية الدولية العالمية، كبطولة العالم للتحمل 6 ساعات، كبطولة العالم للكارتينج مع وجود حلبة الكارتينج الدولية. هل هناك طبعا يعني استفادة من الفنادق من خلال هذه السباقات غير سباقات الفورمولا 1؟ طبعا كل سباق له جمهور. الجمهور يعني إن كان يعني الخليجي أو الموطن اللي مثل البحريني الموجود، بس طبعا السعوديين صارت الحين عندهم سباق السيارات أو هذير السيارات، نرجع يعني مشهور، فالناس تحب تحضر وعارفين التنظيم في البحرين كفورمولا 1 أو المنظمين يعني على مستوى عالمي، والكل يشهد بهذا الموضوع. فطبعا يعني الإخوان اللي في السعودية كلها مثل ما يقولون حفت حصى، يعني تركب سيارتك ويكند تعيش في البحرين وبالجو الفورمولا 1، فمن يقدر يفوت هذا الشيء؟ تنتظر لسنة كاملة مثلا. معي أول مشاركات أستقبلها عبر الهاتف. حصة عبد الكريم، مساء الخير، هلا أختي. حياك الله، الله يسلمك. الإجابة عن السؤال؟ فيتيل. أنت من مشجعين فيتيل؟ لا والله مش ريد بول. شكرا، يعطيك العافية أختي. الله يعافيك. شكرا على المشاركة. محمد أعتقد معي على الخط. عبد الله محمد. ألو. يا هلا أخوي. مرحبا شيخ. يا هلا والله. إجابتك على السؤال عبد الله؟ فيتيل. ومن متابعين الفورمولا 1؟ ايه تقدر تقول. يعني رحت الحلبة من قبل في أكثر من مرة؟ رحت مرة واحدة بس، إن شاء الله عاد هالمرة بكون. إن شاء الله تكون، إن شاء الله تكون من المحظوظين وتروح هالمرة. السباق في الليل وما يتفوت. إن شاء الله. شكرا لك أخوي محمد. محمد، كان طبعا يعني الانعكاسات هذه استضافة مملكة البحرين لهذه السباقات بشكل عام على كل الفنادق، فمن الأشياء اللي قاعد يجهزها أعتقد يعني حتى بطولات نكون أصغر من الفورمولا 1 بعد تكون فيها يعني استفادة للفنادق، فيها حركة في القطاع نفسه. هل هناك في تنسيق بعد بالنسبة حق البطولات الثانية، ولا يكون بس الاعتماد على الفورمولا 1؟ هو طبعا نصيب الأسد بيكون السباق الأم اللي هو الفورمولا 1، ولكن في السنوات الأخيرة حسينا أن حلبة البحرين بدأت تستقطب بالسباقات الأخرى المصاحبة للفورمولا 1، ومن ضمنها السنة اللي فاتت الكارتينج، بطولة العالم الكارتينج كان لها صدى كبير ولها جمهور، والانديورنس نفس الشيء. فمثل ما قال أبو عبد الله، كل سباق له جمهوره، وكل سباق له أصداء ولا متابعينه. فإحنا يعني في وضع ميزانيتنا للسنوات القادمة أو لكل سنة، السباق السيارات له دور كبير، ونحط له ميزانية معينة، لأن فعلا ينعش الاقتصاد وكذلك ينعش الحركة في الفنادق. متى بدأت الفرق والمتسابقين بالتوافد عليكم؟ يعني احنا بالنسبة لنا طبعا يمكن يعني بشكل مباشر فريق الفراري متى وصل عندكم؟ الفراري طبعا وصل من فترة اللي هي فترة التجارب الأداء. وبعدين راحوا طبعا السباق في ماليزيا، وبعدين الفرق بين ماليزيا والبحرين السباق فترة بسيطة يعني خلصوا على طول على طول يو عندنا. فبدأوا من يوم الاثنين. وطبعا السنة طبعا السباق أيضا راح يختلف، لأن راح يخلصون يوم الأحد ويريحون يوم، وبعد بيرجعون إلى التجارب يومين بعد السباق، فعطانا شوي مدة في بقاء في إشغال الفنادق، يعني بيقعدون ليوم الأربعاء والخميس، الخميس طبعا بيمشون. يعني طبعا فريق الفراري راح مستمر وياكم بعد أكثر من يوم على أساس أنهم على أساس يرجعون للتجارب أداء مرة ثانية على المحركات. طبعا نفس ما قلت أن يعني الفنادق بشكل عام تجهز روحها بشكل خاص خلال هذه الفترة. ما بعد الفورمولا 1 يكون في احداث ثانيه انتم تستقبلونها تنتظرون انه يعني هل في حدث اخر مثلا على الليسته بعد الفورمولا 1؟ هو طبعا بعد الفورمولا 1 كحدث كبير عندنا طبعا الاعداد طبعا حق رمضان،
بلا شك. وبعدين الربع الأخير من السنة في سباق الكارتينج راح يرجع البلد، وقاعدين نشتغل على اساس ان احنا ايضا السنه اللي فاتت حظينا انه يكون في بعض الفرق عندنا من 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 هاي البطوله، فايضا قاعدين نشتغل على هاي الموضوع. فايضا في انشطه للسباق السيارات في الربع الاخير من السنه، واحنا حاطين هاي الشيء بعين الاعتبار. طبعا السباق هالسنه راح يكون في الليل، طبعا امور وايد راح تختلف، يمكن حتى الشغل في الفندق راح يختلف، يعني يمكن نعم. قبل يخلص السباق العصر تعبان يبي يريح. نعم. طبعا الحين يبغي يشارك الجمهور بالنتائج، وطبعا يبغي يحتفل، فيكون ان شاء الله الاشغال في المطاعم والحركه في الفندق في الليل بيكون عرس مثل ما نقول. يعني بيصير عليكم عباره نقول جهد مضاعف. طبعا احنا نشتغل من الصبح لليل في الليل، وهي طبعا متعودين على هالنظام ان شاء الله. احنا طبعا اول امس كان معنا طبعا استاذ زايد زياني رئيس مجلس اداره حلبة البحرين الدوليه، والعقيد موسى الدوسري من الاداره العامه للمرور. فكنت اقول لهم انه يعني انا في رايي ان هالسنه يكون يمكن الضغط عليكم اقل. ليش؟ بحكم ان السباق راح يكون في الليل ويعني ما في حراره شمس. قال لي لا بالعكس، ان احنا راح يصير علينا ضغط وجهد مضاعف اكثر، لان احنا تعودنا مثلا نقول اذا احنا نتواجد في حلبة البحرين من الساعه 9 الصبح نخلص العصر ولا المغرب وخلصنا يعني اليوم، انتهى اليوم. لكن الحين راح نكون متواجدين بنفس الوقت وراح نواصل الى ساعات متاخره في الليل. فيعني بالنسبه للمرور راح يكون طبعا في تبديل شفتات، على اساس ان رجال الامن ورجال المرور راح يكونوا متواجدين يعني في جميع الطرق المؤديه لحلبة البحرين من اجل تسهيل الحركه المروريه. فهل هذا نفس الشيء في الفنادق، انه في تبديل؟ طبعا نحتاج موظفين اكثر في الليل، يعني عادة معروف أنه في النهار يكون الكم العدد الأكبر من الموظفين موجودين بحسب يعني الشغلات الإدارية وما غير. بس طبعا الحين بيكون يعني في الليل الجمهور والضيوف يكونوا متواجدين بعد الرئيس في الفندق، فالموظفين بيشتغلون ساعات أطول. فهذه يعني شيء كلهم متفائلين بهذا الموضوع، كل متحمس انه يقدم يعني جزء من الخدمات اللي يقدر يسويه عشان يبرز باسم البحرين. واحنا لنا اذا عندنا الفرق يمكن مهمتنا اسهل تكون شوي، لان كلهم يطلعون في وقت واحد ويرجعون في وقت واحد، بس تستقبل مئات ويعني. ولكن يمكن شوي يكون الوضع اسهل، لان يكون عندك يعني موظفين على هبة الاستعداد، لأن الناس طالعة والناس جاية عارفين يقدرون يعني وقتون الموظفين على حسب خروج وطلوع الفرقة. لكن بس بالنسبة لكم الوضع متعب أكثر. أكثر بالضبط. يعطيكم طبعا عافية. أنا أعرف أن الجهود يعني تحتاجون أن أنتم هالسنة بالذات يعني دبل تصير. طبعا احنا في برنامج توب سبيد كنا حريصين ان احنا نلتقي الجماهير خارج استوديو توب سبيد، الى جانب طبعا مسابقة البرنامج اللي على الهواء للفوز بالتذاكر سباق الفورمولا 1، وكانت هذه اللقاءات والمسابقة مع خالد العجمي، ونرجع للاستوديو مرة ثانية. مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ الله يخليك. تاكل حمص؟ حيوك بسم الله. مشكور في العافيه. لا انا بروح عند الشباب اللي هناك، بس حبيت اسلم عليك لاني اتفائل فيك اذا اشوفك اي مكان. يا عليك والله، ما تيسر من طيبك والله. طبعا عزيزي المشاهد انت واصل، احنا في الشارع الجميل شارع الجفير بالقرب من نادي المنامه العريق الكبير. عموما على الطاوله في شباب حلوين بحرينيين اثنين والماني و بريطاني. Good evening. Hello, how are you? Fine, I'm very well, thank you. You know F1, Formula 1? Yes. You know, huh? Yes, I'm good. يعطيك العافية. Hello. You happy in Bahrain? Sorry? You happy? First time, yeah, I'm happy. You go F1? Yes, I go F1. You go, huh? Yeah. Okay. يعطيك العافية. يعطيك العافية الغالي. سامح التعشون بس قطعنا عليكم. كل واحد. شو مسوي الرجيم؟ تاكل صلاة؟ اي نعم. يسمونها هذه تشيكن جريل والسلطة. اي نعم. حلو. تتابع انت الفورمولا؟ اتابعها شوي بس مو بوايد. الالماني اللي وياكم ذي يتكلم انجليزي؟ اسمه انجليش؟ هاو ار يو؟ فيري جود، اند يو؟
يو جرماني ها؟ I'm from Germany, yes. What's your team in Formula One? Well, I know about Vettel and I want to see him maybe and watch him and I hopefully he wins because it's German. Rajbol. Wait, sorry? Put your phone. A Red Bull team, yes, Red Bull team. What's your driver? Vettel, like... Germany? Yes, Germany. يحب الألماني. رد عليه، شو تقول له؟ يعطي العافية. يعطي العافية. أي نعم، ألماني يحب الألماني. من هم تسوقك المفضل؟ تسوقك المفضل من؟ ما تابع سباقات. كلش. لا يعني... It's an entertainment, استانس، بس إنه أي واحد يفوز مو مشكلة. عندك أي واحد يفوز مو مشكلة. أي. من المتسابق اللي انت تحبه وتشجعه؟ I cheer for Lewis Hamilton, Mercedes. Mercedes. Lewis Hamilton. He's from UK, Mercedes. الإنجليزي. إنجليزي. Yeah. أنت من المتسابق اللي تحبه؟ أنا أحب ألونسو. ألونسو. إسباني، جرماني، إنجليزي. انت على خذ تدري خذ البرازيلي. البرازيلي مو مشكله. برازيلي شو اسمه المسوق؟ ما عندي فكره. ما تعرفه؟ ما تابع. حلو. السؤال يقول عندي لك سؤال وعندي لك هديه خاشه اخباي بس لحظه. عندي من الحواج كل الشكر الحواج طقم فراري. فراري تحب الفراري؟ اي احب فراري. سيارتك شنو؟ مرسيدس. يعطيك العافية عشان رفيجك ألماني يعني. يعطيك العافية. السؤال يقول كم عدد المتسابقين السنة في فورمولا 1؟ هل هم 21 20 22؟ جسمك بالخير أنت يا أحمد، ركز معاي. هل هم 20 أو 21 أو 22 وفيهم رقم من اللي قلته أنا؟ أنت تتابع كرة قدم؟ أتابع كرة قدم. فيهم رقم يرتديه العملاق حمود سلطان، ركز معاي. ما أقدر أوضح لك أكثر لأن أنا أبقيك تحصل على الجائزة وين أروح لك، ركز معاي. يا الله. 21؟ حمود سلطان كان يرتدي 21؟ ما أتذكر صراحة. 20 20 وقال 20 وقال 21. انت شو اسمك بالخير؟ وجيه. وجيه اسمك حلو. خالد. ونعم. نعم بحالك. وجيه انا قلت له 20 او 21. لحظه بعطيك موسيقى دن 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 او 22. انزين بس ما في زين. ثلاث خيارات. انا تبي اربعه بقول اربعه. زين يعني انا الباقي 22. 22 اي نعم 22. وانت صح تستاهل طقم فراري. عليك بالعافيه وكل الشكر لشركه الحواج اللي تساهم في الفعاليات الرياضيه في مملكتنا الغاليه. وتستاهل يا وجيه. ووجهي خير كان عليك صح؟ اي نعم. يعطيك العافيه. انت بعد وجهك خير عليك. حواج وياك. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. شكلك عورت قلبي ما اقدر احمد. اسالك سؤال ثاني. معنى اخاف يكون الاجانب بس يعطي البحرينيين ولا اسال. بسال الالماني. ودي ان فورمولا 1 بحرين. ودي ودي وتيم What day? What day? Next week. What what day? Well, it's from Thursday to Sunday, like the Formula One. What with the dates for what? Tarikh. Dates. Which day? Well, the race is on Sunday. Okay. And it's which day? It's the 2/4/2014 or 3/4/2014 or 4/4/2014. 4/4/2014. 4/4/2014.
4-4-2014. What's your club in Germany? Bayern Munich or Borussia Dortmund? Well, Bayern Munich. Oh. Guardiola? Yeah. Pepe Guardiola, Giuseppe Guardiola. Good team. Good, Bayern Munich. You know Flamini? I know what? Sorry? Steven Steiger. Steven Steiger. Yes. Huh? Yeah. You know Ozil? Yes. Okay. Welcome to Bahrain. Thank you very much. Rafijiko, Ahmed, there's no problem. 4-4. 2014. Okay. طبعا الالماني, what's your name? Julian. Julian. Yes. Welcome to Bahrain. Thank you. Thank you very much. Good morning. لا الصبح الصبح sorry. Good morning. Good morning. Morning. Good evening. I want to tell you good evening in Germany. Guten Abend. Huh? In German it's Guten Abend. Guten Abend. Yeah. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. This Al-Hawaj. Okay, this Bervian Ferrari new bucket طقم شنو طقم بالانجليزي؟ طقم بالانجليزي شنو طقم؟ سات yeah. For you. Thank you very much. I want to see you in F1. Yes, I will be there. Sure. I got my ticket already. Sure. 3-day ticket or four day ticket. F1. أحمد زعلان أنت لكم على سوى F1. وجيه F1. شكرا لك خالد, طبعا امتعنا باللقاءات اللي ان شاء الله راح تستمر حتى نهايه حلقات توب سبيد اللي تدعم استضافه البحرين لسباق الفورمولا 1. برجع مع ضيوفي شويه. طبعا انا من خلال اللقاءات اللي سواها خالد العجمي طرح في بالي سؤال ان الجمهور بدا يعرف البحرين أكثر, بدأ يعرف سباقات الفورمولا 1 أكثر, بدأ تصير عنده ثقافة. نعم. من خلال يعني وجود الضيوف عندكم بشكل مستمر إن كان حق الفورمولا 1 وإن كان يعني حق أي مناسبة وإن كانت يعني طبعا السياحة العادية من عام 2004 لهذه السنة, هل شفتوا أحد مثلا يسأل يستفسر متى مثلا موعد الفورمولا 1, هل عندك مثلا نقول بروشور خاص عن السباق الجاي؟ طبعا احنا عندنا مطعم خاص كل الدورات الرياضية. نعم. شبه يومي كل الدورات اللي تصير في العالم موجودة, من ضمنها الفورمولا 1 اللي هي كل شهر. فالبرامج موجودة نحطها في أماكن محدودة للمحل للزوار اللي يزورون المطاعم هذه أو المطعم الخاص بالسبورتس. فكل البرامج موجودة طول السنة إن كان من ناحية الكريكت أو الفورمولا 1 أو الكرة, وحين على أبواب كأس العالم جاي, فالكل متحمس حق هذا الموضوع. طبعا اليوم كل الشباب واعيين, مجرد التلفون في نفس الوقت يعرف أي مباراة في متى في أي وقت في أي كان, فالشباب متثقف اليوم أكثر من مكان ويقدر يحصل الوقت أو يعني البرنامج في ثواني من وسائل الاتصالات الحديث الحالي. نعم. واستقبل بعد اتصال بالمسابقة هشام معي على الخط. مساء الخير هشام. سنور أخوي سامة, نور الشاشة. يا هلا والله, نور بوجودك يا أخوي. الله يسلمك. من محبين سباقات الفورمولا 1, من متابعين رياضة السيارات. والله سيارات بشكل عام يعني مو لذاك الزود يعني, بس الفورمولا 1 نتابع قد ما نقدر يعني. زين, من الفوز في اخر سباق في ماليزيا؟ انا بغير لك السؤال شويه. ماليزيا الله يسلمك كان اذا انا مو غلطان هاملتون. لا تستاهل شكلك الجائزه انت اليوم. يلا جاوبتك على سؤال الحلقه.
سيباستيان فيتيل. يعطيك العافية، شاكر لك هذا الاتصال. الله يعافيك. شكرا لك أخوي هشام. أحمد خالد. أي نعم. يا هلا أخوي أحمد. يا هلا. مسيك بالخير. مسيك بالنور. إجابتك على السؤال. ما أسمع. إجابتك على السؤال. أي نعم. الإجابة على السؤال أحمد. سيباستيان فيتيل. متأكد من الإجابة؟ أي نعم. رحت السباق يعني العام؟ لا ما رحت السباق. متى رحت السباقات اللي صارت في الحلبة؟ والله ما رحت السباقات بس أسمع عنها. زين، وليش خلي شجعك الحين أنت تشارك ويانا وتبي تروح؟ بس يعني الناس كلها تبي تروح وقلت بنشوف المرة. يلا إن شاء الله تكون من المتواجدين هناك وتربح ويانا في نهاية الحلقة. شاكر لك أخوي أحمد على الاتصال. الله. شكرا لك. إبراهيم، طبعا أنا ما أبغي أنسى، أنا تذكرت أن فندق كرام بلازا استضاف ندوة طب رياضة السيارات التي تقام لأول مرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات والمعهد الدولي للسيارات، طبعا بحضور خبراء محاضرين من الاتحاد الدولي على مدى يومين. ودنا تطلعنا أكثر على هذه الندوة بما أن أنتوا اللي احتضنتوها، وهذا كان شيء لنا كتيم في الكرام بلازا أن نتساعد مع الأخوان في اللي هو بحرين موتور فيدريشن. يعني حتى أنا حضرت بعض السيشنز اللي كانوا يسوون الريسكيو من السيارات لما صار في حوادث وشلون يشيلونهم بطريقة، فكان جدا ممتع. أظن يعني أنا تعلمت شيء جديد لو صار لي سبحان الله شيء في الطريق. نعم. الله لا يقول إن شاء الله، بس إنه في سبل إنك أنت تتجنب من الحوادث هذه أو شلون تحمي نفسك، فكان جدا ممتع. وأظن طلعوا بنتيجة في الوقت المناسب قبل السباق.